اللي تيمشي للموتور هنا، واضح لينا هذا الانبوب تيمشي للموتور. بالنسبه لهذا الانبوب هذا هو اللي كيمنع امر الماء تيدير واحد الدوره هنايا بطبيعه الحال، يعني تيدخل الخليه هنايا واضح. هنا عندنا فكره ديال خليه كهربائيه اللي تتعمل على تخفيض استهلاك الوقود في السياره. اذا هذا الجهاز هذا تركبه في السياره هو الدور ديالو كيف ما سبق ليا قلت تخفض من استهلاك الوقود في السياره، والمبدا اشتغال ديالو تيشتغل بالتحليل الكهربائي. اذا عندنا هنا الجهاز كاين فيه واحد المدخل هنا يعني التحليل الكهربائي تاع الماء، تتكون هذه عامره بالماء يعني عملية التحليل الكهربائي. اشنو تيتم خلالها؟ دخول كمية يعني فصل جزيئات الهيدروجين على الاكسجين، وهاد العملية هادي تتم هنايا في هاد الجهاز هذا بالضبط. يعني هذاك الاكسجين اللي تيتفصل هنايا تيدخل لمحرك الغرفة الاحتراق وتيحفز لنا هذيك الطريقة، وبالتالي تنحصلوا على واحد الاحتراق اللي هو مناسب، وهذاك الاحتراق المناسب يعني تيخفض لنا مستهلاك البنزين او الوقود بصفه عامه. اذا قلنا بالنسبه لهذا الجهاز هذا الدور ديالو هو تخفيض استهلاك الوقود في السياره. اذا هذه العمليه تعتمد على واحد المبدا تاع التحليل الكهربائي. التحليل الكهربائي بطبيعه الحال هو عمليه ماشي جديده علينا، لان تستعمل في عده مجالات بحال مجال التفضيض، يعني طلاء مثلا بعد مجاورة مثلا بحال النحاس مثلا بغينا نديرو الطلاء مثلا بالفضة. إذا هذه العملية تاع التحليل الكهربائي تعتمد على فصل جزيئات الهيدروجين على الأكسجين، وبالتالي داك الهيدروجين تيدخل الموتور لغرفة الاحتراق وتيدير واحد تبسيط لعملية الاستهلاك الوقود بطريقة اللي هي نسبيا تتكون متطوره، يعني ما تيستهلكش كميه كبيره من الوقود. في الطريق السريع ممكن يوصل هذا الاقتصاد ل 30%، يعني يخفض لينا من من نسبه استهلاك الوقود حتى 30%، لكن في داخل المجال الحضري ممكن يوصل حتى 10%. ولكن عنده مزايا كثيره بحال انه صديق للبيئه، يعني تخفض من نسبه التلوث حتى يعني تتوصل نسبه تخفيض من التلوث حتى 65%. هذا جانب ايجابي ديالو. وبطبيعه الحال تيعمل على تنظيف يعني تنظيف الموتور، يعني ازاله الرواسب الى اخره. بطبيعه الحال جرب هذا الجهاز هذا وتبت الفعاليه ديالو بانه فعلا تيقوم بهذه المساله هذه بطريقه صحيحه. بالنسبه للاثار السلبي لا ما تثبتش بان عنده شي اثار سلبي، لان الخليه الكهربائيه ديما عندها دور ايجابي في السياره بطبيعه الحال. مكونات بسيطه، عندنا هنا صفائح بطبيعه الحال، وعندنا هاد القنينه هنا، وعندنا هذا تركبه في الطابلو دبور، يعني هذا تتحكم فيه لومبيراج مثلا الا كنتي وسط المدينه، ماشي بحال الا كنتي على برا كما سبق ليا قلت. والاسلاك الى اخره، يعني مساله المكونات جد بسيطه، هذا ماشي الحجم الحقيقي، يعني ممكن لك تبسطو اكثر، ممكن تحصل على واحد الحجم اللي يقدر يوصل حتى بحال هذه القنينه مثلا باش يتناسب مع حجم اي سياره كيف ما بغات تكون، لان كاين السيارات اللي صغار شويه خصنا الجهاز يكون شويه مبسط، يعني تقدر تخدم به كما قلتي المازوت يعني انواع الوقود بصفه عامه. هذا الجهاز هذا التكلفه تاعو بطبيعه الحال كما تطلع حاليا باستعمال هذه المواد اللي درنا حنا راه جد بسيط، وهو في الغالب راه ما تيتعداش واحد 500 درهم مثلا، ولا طورتيه اكثر بطبيعه الحال ممكن يكون الثمن ديالو اكثر. الفكره بطبيعه الحال جات كيف ما بزاف ديال الناس تطلعت بان الاستهلاك ديال الوقود تيأرق بزاف، يعني تتلقى مشكل في يعني سبتو التكلفه ديالو، حنا ماشي دوله نفطيه يعني تنستوردو الوغ، تتحاول ما امكن تقلب على شي طريقه كيفاش تخفض من الاستهلاك ديالو، سيرتو في هاد الظروف اللي تتعيشها البلاد، يعني تطلعت بان الحدود تقريبا شبه مغلقه، يعني كاين مشكل ديال الاستيراد والتصدير بصفه عامه، يعني تنحاولوا ننتجوا شي الات اللي نحتاجوهم حنا داخل هنا بلا ما نحتاجوا اننا نستوردوهم من برا. هذا هو الهدف من الفكره بطبيعه الحال. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتف بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.